بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا اليوم إن شاء الله تعالى رح أشرح كيفية إرسال رسالة أونلاين من خلال الموقع الجوب سنتر مباشرة لموظف الجوب سنتر الخاص فيك. أنا بالنسبة لي عملت حساب بموقع الجوب سنتر أونلاين وفعلته، فمن خلال الحساب صار بإمكاني أتواصل بشكل مباشر مع الموظف الخاص فيني بالجوب سنتر. يا ترى كيف رح تكون الطريقة؟ الطريقة على الشكل التالي: بعد ما عملنا تسجيل دخول بحسابي على الموقع الجوب سنتر على الشكل التالي، أنا حاليا جوا الحساب ضمن الصفحة الرئيسية. أنا بالنسبة لي حابب أبعت ملف وحابب أعمل حابب أبعت ملف بي دي إف لموظف الجوب سنتر وبعت له رسالة. كيف راح تكون الطريقة؟ الطريقة راح تكون بكل بساطة على الشكل التالي. راح نشوف هون بالأيقونات الموجودة عندي هون بالأعلى، فيك إشارة البريد أو الظرف، راح نكبس على هي الأيقونة الموجودة عندي هون، نكبس عليها ضغطة هيك. بعدها راح نختار الخيار الثاني اللي اسمه لايستونج بوست فاخ، نكبس عليها ضغطة هيك. راح يحولني بشكل مباشر على القسم الارسال. هلا عم نشوف عندي هون اسمه نانا غشت شغايبين يعني كتابه الرساله، نكبس على اشاره الزائد الموجود عندي هون، نكبس عليها ضغطه هيك. هلا هون عم يطلب مني انه اكتب الرساله الخاصه فيني. هلا رح ننزل لتحت بالاسفل. هلا هون سحبنا من الاسفل، عم يطلب مني اختار بدك تبعته للجوب سنتر او للاجنتور الخاص فينك. انا بالنسبه لي بدي ابعته فرضا للجوب سنتر، رح نختار الجوب سنتر الخاص فيني. هون في عندي هون البوندس فوق اربيت يعني الاجنتور، هون الجوب سنتر، راح اختار الجوب سنتر على الشكل التالي هيك. هنيجي هون هون الكتابة عم يطلب مني اختار السبب انه لرسالة، نكبس على السهم الموجود عندي هون. هلا في عندك عدد من كثير من الاسباب، انت تختار السبب اللي بيناسبك. انا فرض بدي اختار على سبيل المثال، انت تختار الشيء اللي بيناسبك. اذا كانت السبب اللي انت بدك تبعته ما موجود من الخيارات، رح تنزل لتحت بالاسفل تختار كلمة زونستش. طبعا في عندك هون عدد كبير من الخيارات، تختار الخيار اللي بيناسبك. فرضا استشارة مشان دورات اللغة، بدك موعد، بدك السؤال مشان دفع الايجار والهيدسون. طبعا في عدد بدك ترمين، طبعا عندك كبير من الخيارات، تختار الشيء اللي بيناسبك. انا فرضا بدي اختار السبب هو زنوستش يعني خاص. هلا البغيف، تختار شو هو البغيف يعني العنوان الخاص بهي الرسالة، تكتب الشيء اللي بيناسبك. فرضا راح اكتب هيك، راح اختار العنوان على الشكل التالي فرضا. طبعا هون محل كلمة بغيف حطيت موضوع الرسالة، رح ننزل تحت بالأسفل هون. عم يطلب مني حط النص، شو هي الرسالة بدك تبعتها لموظفك بالجوب سنتر. رح أكتب نص على الشكل التالي، رح أكتب النص هيك على سبيل المثال على الشكل التالي. كتبنا النص، ننزل لتحت بالأسفل. لأن بالنسبة لي بدي أحمل مستندات ووثائق، رح ننزل تحت بالأسفل كمان. بعد ما كتبت نص الرسالة رح انزل تحت بالأسفل. هلا فرضا بعد ما كتبت الرسالة رح تنزل تحت بالأسفل عشان تحمل المستندات، رح انزل تحت بالأسفل هيك. رح نشوف عندي اسمه داتون أو سفيرين يعني اختيار الملفات، رح بس هلا على هاي الملفات هيك. هلا رح اختار الملف اللي بدي احمله، فرح اختار هذا الملف، اعطي اوبن. فهمت المشافي عندي هون اتحمل على الشكل التالي. هلا رح انزل تحت بالأسفل. انا مثل ما حكيت بعد ما كتبت الموضوع، بعد ما كتبت الموضوع وكتبت النص وحملت الملفات اللي بدي ابعتها للموظف بالجوب سنتر، هذا راح اكبس على كلمه هون تشيك انه انا موافق، انه اكد انه جميع المستندات كامله وصحيحه. هذا راح اكبس على كلمه ابسندن على الشكل التاني، نكبس عليها ضغطه هيك. هلا عم يعطينا على الشكل التالي انه الرساله الخاصه فيني، عم يخبروني على الشكل التالي انه الرساله الخاصه فيني انتقلت، انه تم ارسالها. هلا اعطي اوكي على الشكل التالي هيك. وهلا بنفس القسم الخاص اللي فتت عليه بالبوست فاخ، لايست بوست فاخ، راح نشوف في قسم الرسائل المرسله جيزندنت، نكبس عليها ضغطه هيك. راح نشوف هذا النص، هي الرساله اللي انا بعتها للجوب سنتر. وهي كانت طريقه بكل اختصار كيف فيني اعمل لو ابعت رساله مباشره لموظفي للجوب سنتر من خلال الموقع الاجنتور فور ابايت. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.